ماتش ليفربول ومانشستر سيتي؟ ان شاء الله 3-2 ليفربول. اتوقع ليفربول هتعمل اداء عالي. ليفربول عندها ستراكشر جامد السنه دي. هو الماتش هيبقى صعب شويه بس اتوقع ليفربول. ليفربول ماشي بخطه كويسه وان شاء الله صلاح يعمل حاجه ان شاء الله في الماتش اللي جاي ده. ان شاء الله هتبقى ان شاء الله 2-1 ليفربول ان شاء الله، واللي يجيب الاهداف محمد صلاح وساديو ماني. ليفربول مش زي كل مره، يعني مش ماشيه في الدوري كويس قوي زي كل سنه، بس ليفربول هتكسب كعبه على مانشستر سيتي. طبيعي ان صلاح هيسجل هدف عشان يعني يعلي السكور بتاعه شويه، وبس مانشستر سيتي برضو هتبقى واقفه حلوه، يعني مثلا الماتش مش هيخلص بسكورات عاليه، يعني مثلا 1-0 2-2 كده، مش هيقل عن كده بكتير خالص. ليفر طبعا، لا كلوب عامل شغل حلو قوي مع الفرقه، تمام يعني جامد. لا مانشستر سيتي تقيله طبعا، ما تعلاش عليه، بس ليفربول هتتعادل مع مانشستر سيتي النهارده 0-0. المفروض ان شاء الله ان الليفر يكسب ان شاء الله باذن الله، بس هو المشكله ان السيتي الفرقه اجهز دلوقتي، انا شايفها اجهز دلوقتي.